بمناسبة يوم الصحة العالمي، رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب أسماء آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على ما يليه جلالته من رعاية واهتمام بالقطاع الصحي وتوجيهاته السديدة في تطوير منظومة الخدمات الصحية وتحقيق الإنجازات الحضارية في ظل المسيرة التنموية الشاملة. كما وأعربت معاليها باسم مجلس النواب عن بالغ الإشادة والتقدير بجهود الحكومة في دعم تطوير الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية والجهود البارزة لاحتواء ومنع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وفق الإجراءات الاحترازية التي جعلت مملكة البحرين محل إشادة وتقدير لمنظمة الصحة العالمية. كما وهنأت معاليها كافة العاملين في القطاع الصحي من كادر طبي وتمريضي وإداري على عطاءاتهم النبيلة وجهودهم المخلصة وعملهم المتميز ودورهم الفاعل باعتبارهم الخط الأمامي دائما في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع في التصدي لفيروس كورونا المستجد حاليا، مؤكدة دعم وتقدير مجلس النواب لهم.